يطيب لي أن أشرف اليوم باسم السيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني السيد عبد المجيد تبون على مراسم التنصيب الرسمي للسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته. لقد صنف الدستور السلطة العليا للشفافية ضمن المؤسسات الرقابية وزودها بصلاحيات واسعة تتولى بموجبها وضع استراتيجية وطنية للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته والسهر على تنفيذها ومتابعتها والمساهمة في أخلقة الحياة العامة وتعزيز مبادئ الشفافية والحكم الراشد والمساهمة في تدعيم قدرات المجتمع المدني والفاعلين الآخرين في نشر ثقافة نبذ الفساد ومحاربته وحماية المال العام. وفي إطار تكييف المنظومة القانونية مع الدستور تم إصدار القانون 2208 المؤرخ بتاريخ 5 مايو 2022 الذي يحدد تنظيم السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته وتشكيلها وصلاحياتها، والذي منح بدوره للسلطة العليا صلاحيات قانونية أخرى لا تقل أهمية عن الصلاحيات الدستورية، لعل أهمها التحري الإداري والمالي في مظاهر الإثراء غير المشروع لدى موظفين العموميين. وقد حرص ذات القانون على توسيع تشكيلة مجلس السلطة العليا لتشمل إلى جانب قضاة وشخصيات وطنية ممثلين عن المجتمع المدني، إيماناً تاماً بالدور الذي يمكن أن يلعبه المجتمع المدني كشريك أساسي ورئيسي في مكافحة الفساد والوقاية منه والتبليغ عنه. مواصلة لهذه الجهود ينتظر استكمال إعداد النصوص التطبيقية، والتي عددها 7 نصوص تطبيقية، التي ستسمح للسلطة العليا من ممارسة مهامها وصلاحياتها بفعالية وعلى أكمل وجه، لا سيما مهمة وضع الاستراتيجية الوطنية للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته مع تحديد آليات تنفيذها ومتابعتها. أعلن رسمياً باسم السيد رئيس الجمهورية عن تنصيب السيدة سليمة مصراتي كرئيسة للسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، وكذا السيدات والسادة أعضاء مجلس السلطة، وأجدد لكم تهاني الحرة راجياً من الله العلي القدير أن يوفقكم في أداء مهامكم النبيلة.